مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والرفيق إلى حفدة ابن بطوطة. أشارتني خطواتي في المملكة المغربية أنني برفقة خيط من الحرير يغزل صورا في بساط ريح تحلق أطرافه على شواطئ البحر وعند أقدام المحيط وفي قلب الصحراء وأعلى قمم الجبال، وكأنني في درب عجائبي يسمح للأسطورة والتاريخ أن يتآلفا ويستأنس الحياة معا. قافلة حكايات مغربية بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم من جديد. ويوميات عربية أو قافلة حكايات مغربية هو إبداعنا في هذا اللقاء مشاهدينا، وصاحب الإبداع معنا ونشرف أن يكون معنا في هذه الدقائق هو الشاعر والروائي الأستاذ أشرف أبو اليزيد. أستاذ أشرف، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أهلا بك وأهلا بالرفيق ومشاهدي. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله يعني جمهورنا الكريم يبقى معنا في هذه الرحلة. نعم. يعني مع القافلة أو قافلة حكايات مغربية. نعم الرفيق إن شاء الله. يعني ده الكتاب الثالث في أدب الرحلة تحديدا أستاذ. نعم. أشرف، من 33 إبداع حضرتك قلت لي، يعني بين رواية و... نعم. وديوان أو كتب سيرة ذاتية. بالضبط. نعم. وكتب مترجمة. نعم. طب تقرأ لنا العنوان، يعني قافلة حكايات مغربية، يعني تفاصيل العنوان. دائما حينما تحيل القارئ لكتاب مماثل فأنت تسعى معه لتكون دليله. نعم. بمعنى أنك الحاكي الراوي وتقود هذه القافلة من الحكايات كما كانت تفعل شهرزاد في الماضي مثلا. نعم. وعليك أن ألا تفقد هذا القارئ المتابع، لذلك تنسج الحكايات واحدة تلو الأخرى، وجاذبيتها هي التي تحث من معك على متابعتك. لذلك لأن هذه الحكايات هي مجموعة من الرحلات في المملكة المغربية على مدار عقد من الزمان. نعم. وهي تتنوع من الشمال إلى الجنوب. أنت تعرف جغرافيا المملكة المغربية ليست فقط جغرافيا الهضاب والسهول والجبال الأطلس والصحراء والمحيط والأنهار الصغيرة، وإنما كذلك هي جغرافيا التاريخ. أنت أمام يعني جغرافيا يمتزج فيها التاريخ. نعم. عندما ترى المعمار المختلف هذا يوحي أو يحيلك إلى التاريخ الذي كتبه. لذلك هذه الحكايات ليست فقط حكايات لأبطال وإنما حكايات للأماكن كذلك. نعم. اسمح لنا، يعني فكرة أن يعني هذه التنويعة الرائعة في هذا المكان تحديدا، وربما يعني المغرب له حضور غير عادي في السنوات الأخيرة. نعم. بشكل لافت للنظر في أمور كثيرة جدا في الحقيقة. نعم. هل تأثر الشعب أهل المغرب في كل مكان مثلا على اختلافاته، سواء هذا مكان صحراوي أو هذا شاطئي أو هذا فيه المعمار بشكل مختلف وأمور من هذا القبيل، كل شعب في كل مكان من أرض المملكة المغربية له طبائع خاصة أم هناك ما يربطهم؟ بالتأكيد، يعني مثل عادات البشر هم مرآة للمكان، وأيضا هم أبناء تاريخ هذا المكان. نعم. يعني أنا مثلا بداية سأذهب بك إلى ورزازات. ورزازات هو اسم أمازيغي. نعم. معناه ورزازات يعني بدون ضوضاء، يعني في هدوء. فهذا الهدوء هو لأنها واحة فأنت تحس فيها بالهدوء. نعم. وهي في قلب الصحراء، ولكن ورزازات لها بعد آخر. هذا المكان سكانه اعتمدوا على مجيء فرق السينما العالمية لتصوير أفلام في واحتهم. فأصبح كل السكان مجاميع. نعم. في هذه الأفلام. يعني فيلم جلاديتور على سبيل المثال. نعم. تم تصويره في ورزازات. كل هؤلاء ظهروا في الفيلم. والعجيب. yeah. ان هذه الواحة والمدينة والقرية وهي تجمع كل ذلك معا. نعم. هذه المدينة بها سينما واحدة مغلقة.
يبدو أن كلهم أرادوا أن يكونوا أبطالا ولم يذهبوا لمشاهدة السينما. ده غريب جدا ومفارقة غير عادية يعني. نعم. يعني في هذا الفيلم الشهير جدا وأهل المكان ربما لا يشاهدون أو لم يشاهدوا يعني. نعم. وظهروا فيه يعني. ظهروا فيه وفي أفلام أخرى يعني. نعم. كليوباترا يعني. نعم. ستجد هناك معبدا فرعونيا تمت إقامته لتصوير هذا الفيلم. نعم. ستجد مدينة القدس من أجل فيلم آخر وهكذا. نعم. هو استوديو كبير. حتى هناك عمارة القصبات، والقصبة هي بناء يشبه القلعة ووظيفته هي القلعة نفسها. نعم. بمعنى أنه حصن يقيمه والي المكان لكي يجبي الواجب أو الجزية أو الضريبة من العابرين في هذه القوافل. نعم. لذلك يقيم هو وجنوده وعائلته في هذه القصبة. على مدار الطريق الصحراوية ستجد قصبات مختلفة بعمارة تتشابه لكن لكل واحدة منها معمارها المتميز. نعم. نعم. وهي في داخلها تغنيك عن المدينة في الخارج، بالداخل كل شيء. يعني كان يقيم فيها صاحبها وبالتالي. نعم. يعني اللي احنا شايفينه في جلاديتور ده يعني فين بقى وردزات هنا؟ وردزات ستجد هذا في المتحف. نعم. يعني بعد قليل ستجد بعض الممثلين في البرنامج يعني يحاولوا ان يستعيدوا هذه كما ترى المجاميع. هؤلاء كلهم. نعم. مغاربه. هذا المكان. نعم. مغاربه في نعم. وردزات. نعم. نعم. في واحد. نعم. وردزات. لذلك يعني اسمح لي لماذا بدات بهذا المكان؟ هو مكان غرائبي يعني. أنت في العادة الرحلة تجذبك إلى الغريب دائما. نعم. لكن أقول لك سرا لم أحكيه في هذا الكتاب وهو. عن الكتاب. التقيت في سلطنة عمان برحالة أسباني وهو صديق لكل المصريين الذين يعرفونه، هو خورخي ستيفا. هو رحالة وكاتب ومصور وكان وعاش في روحات المصرية نحو 5 سنوات وكتب عنها وصورها. التقيته في سلطنة عمان وكان يريد أن يكتب عن ساحل البحر وكنت دليله في ذلك المكان. أهداني كتابا عن القصبات في الصحراء المغربية في وردزات. بدأ العشق لهذا المكان الصحراوي منذ تلك اللحظة. أحسست أننا نسيء الظن بالصحراء. نعم. نظنها ذلك العالم الأجرد القاسي الرمال. نعم. نعم. وراء كل ذلك هناك أسرار وحكايات. كان علي أن أكتشفها. نعم. أنا معك، أريد أيضا أن أخذ بعض الأسرار يعني. يحكي لنا سر واحد من أسرار الصحراء يعني. يعني أنت مثلا في قبل أن نغادر وردزات. نعم. أحكي لك عن عمارة هذه القصبة. أنت تأتي إلى القصبة ومن الخارج ترى أنها 3 طوابق. لكن حينما تدخلها تكتشف أنها 7 طوابق. هناك طوابق مخفية. ثم أن النوافذ ليست عالية وإنما هي قرب الجالسين في الأرض لأنهم كانوا يأكلون وهم على الأرض، لذلك ليس لديهم ما يسمح بأن يقفوا ليشاهدوا. وهناك غرف بعدد نوافذ للحريم، هذه الغرف نوافذها بعدد زوجات الجلاوي مثلا اللي هو مالك هذه أو حاكم هذه القصبة. القصبة، القلعة، المدينة الحامية. أيضا هناك كما رأيت أنت في الصحراء، فأين السمك؟ لا يوجد سمك إلا حينما يأتي الماء للسد، لكني رأيت رسوما في جدارية داخل إحدى هذه القلاع، فسألت من أين هذه الجدارية؟ قالوا لقد كنا نصور فيلما وأراد المخرج أن نرسم سمكا لأن الفيلم يتطلب وجود سمك في القلعة. نعم. إذن كان سمكا وهميا ليس موجودا في الواقع. نعم. دراميا يعني خاص بالفيلم. طيب اسمح لنا نخرج قليلا ولكن نتحدث عن فكرة الإهداء يعني. يعني هناك سر ربما حضرتك في البداية بدأنا إلى حفظة ابن بطوطة، ولكن حضرتك بتسمي في الحقيقة الإهداء إلى دكتور عبد الهادي التازي. نعم. لماذا أو ماذا عن الإهداء؟ نعم. الدكتور عبد الهادي التازي هو علم من أعلام المؤرخين في المملكة المغربية وفي العالم العربي كله.
نعم. ليس فقط كانت عنده عادة لطيفة حينما كان يؤلف الكتب، وهو أيضا غزير في الكتب، كان يكتب في سيرته الذاتية عدد الرحلات التي أتمها حتى صدور هذا الكتاب، 1000 رحلة بالطائرة. نعم. يعني تفتح الكتاب 800 رحلة، معناه أنه كتاب قديم قليلا. الدكتور عبد الهادي التاجي هو الذي حقق رحلة ابن بطوطة في 800 صفحة. هذا الرجل كان يحتفظ بأسرار ابن بطوطة. نعم. كأنه يؤمنه على نفسه. نعم. هنا كنت ألتقيه. هذا لبس مغربي؟ هذا اللبس المغربي. نعم. نعم. شهير جدا هناك. نعم. بالضبط. كنت ألتقيه لأجري معه حوارا لبرنامج الآخر. هذا الرجل العتيد كان في كل مرة نلتقيه يسمعنا جديدا عن ابن بطوطة، وكأنه يكتشف، لأنه كان دائما البحث. نعم. ليس فقط هو حقق الرسالة أو الرحلة وتركها، وإنما يريد في كل مرة أن يفاجئ قراءه بالجديد. نعم. فالدكتور عبد الهادي التازي كان من بين الذين جعلوني أحب هذه الرحلة، ليس فقط إلى المغرب ولكن إلى العالم. نعم. على خطى ابن بطوطة وغيره. طيب، خلينا يعني ربما المكان أو الكتاب في الحقيقة فيه أماكن غنية جدا وثرية، نتخير. نعم. منها مكان آخر ذهبت إليه، ربما وقت البرنامج لن يسمح لنا بأن نعرض كل الأماكن اللي زرناها. أي الأماكن أيضا من يعني من الأهمية؟ هو أن إحنا خلينا نذهب قليلا إلى شفشاون وتطوان، وهما. نعم. أختان. نعم. أردت في هذه الرحلة ليس فقط أن أتبع الأماكن، وإنما في المكان دائما هناك شخص، وإذا تتبعت سيرته فأنت ترى آثاره في المكان حتى بعد 500 عام، وهو الحال في الست الحرة. الست الحرة هي ابنة شفشاون، أبوها الأمير علي، وكانت على رأس القرن السادس عشر. ولدت. نعم. ثم تزوجت أو هو زوجها من أجل المصاهرة السياسية بحاكم تطوان، وعندما سافر حاكم تطوان أصبحت هي حاكمة تطوان. ده المكان اللي بنشوفه تقريبا. اتفضل. بالضبط. نعم. بالضبط. اتفضل. اتفضل. نعم. فإحنا إنما أردت في شفشاون الجميلة، هذه رأس الماء، أعلى شفشاون. أردت في شفشاون هذه أن أتتبع سيرة هذه السيدة. نعم. كيف لامرأة أن تقود مملكة في هذا العالم الإسلامي البعيد. أعتقد أنها شهادة حية لقدرة المرأة على أن تصبح منذ 500 سنة. نعم. صحيح. تقود بلدا كبيرا. نعم. 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 والمكان الآخر حضرتك قلت. نعم. يعني تطوان هي المدينة الأخرى التي حكمتها. نعم. غير ذلك هناك مكناس طبعا، وفي مكناس كانت هناك القصور الإسماعيلية للملك. والغريب أننا حينما كنا في خارجين من القصر وجدنا ساحة كبيرة ومتحفا قريب من المكان الذي كان يستقبل فيه السفراء، وسألنا ما هذا المكان، هذا المدخل؟ قالوا إنه يقود إلى السجن تحت المدينة. إذن تحت هذه السفارات الملكية كان هناك سجن كبير بحجم المدينة، وهو شيء غريب بالنسبة لهذا العالم. يعني كان يمكن لأي شخص ينزل أن يتوه، لذلك لم يفتحوا سوى مقدمته. هذا التناقض يجب أن يساءل بالفعل. يعني أن ترى صورة لمعمار جميل بهي يستقبل فيه سفراء العالم، ولكن في العالم السفلي هناك عالم آخر مضاد. نعم. تماما. نعم. أستاذ أشرف، ربما يعني يعني التفاصيل كثيرة جدا في الكتاب، ولكن اسمح لنا أن نأخذ يعني فكرة قبل أن نتحدث عن فكرة الرحلة بكل ما تحمل، عن العلاقة بين الشرق والغرب في الكتاب، وفكرة الكتاب تقول أنه جسر المحبة، وربما المغرب هي أقرب بلد عربي لأوروبا. نعم. يعني ربما في المسافة أمور من هذا القبيل. هل الطباعة أيضا فكرة الكتاب هنا يعني الرحلة وتسجيل أو رصد، هل في فارق بين مثلا طبيعة كتابة أدب الرحلة؟ هو أريد أن أشير إلى أننا بعيدون قليلا عن دراسة المغرب. يعني بمعنى أن الكثير مهتم ربما بحكم القرب الجغرافي بالشرق
الشرق العربي، الشرق الأوسط، الشرق نعم. الأدنى، لكن المغرب لديه الكثير ليحكيه. نحن في الشرق على سبيل المثال نعرف الكثير عن الحملات الصليبية، لكن هل تدرك أن مثل هذه الحملات الصليبية جاءت أيضا إلى المملكة المغربية، وأن مثل ما يحتفل المصريون والمسلمون والعرب في الشرق بحطين، كانت لديهم حطين مماثلة نعم. عندما هزموا الصليبيين القادمين من البرتغال، وأيضا هم كانوا هل يدافعون عن المغرب القوقعين. العربي هنا فقط المملكة المغربية، أم زي ما بنقول دايما القرن الإفريقي، أو مثلا منطقة المغرب العربي، في هذا المغرب الكتاب، والجزائر وتونس؟ في نعم، هذا الكتاب عنيت به المغرب، المملكة المغربية المملكة فقط. المغربية نعم، نعم. وهي شاسعة، يعني طبعا. أنت تذهب إلى إفران فترى الثلوج، وتنزل إلى ورزازات فتحس أنك في يعني قلب القيز في نفس الوقت تقريبا. لكن أردت في المملكة المغربية أن أتتبع هذه الجغرافيا نعم. وهذا التاريخ، ربما لأقول أن هذه مجرد بوابة لهذا المكان. نعم. طب اسمح لنا، ربما فكرة ان هو الادب المصور او ادب الرحلة او الاستطلاع المصور، كما يعني احيانا هناك من يروق له هذا الاسم، نعم. فكرة الرحلة بكل ما تحمل، واي شكل من اشكال الكتابة كان في قافلة حكايات مغربية. هو هذا الكتاب بالتحديد ليس مصورا، يعني هو يعتمد على السرد، وهنا تبدأ صعوبة الكاتب في ان يصل يصف. اليك ب سطوره وحروفه وكلماته إلى نعم. أن تتخيل المكان. تتخيل المكان. نعم. وأعتقد أنني إذا نجحت في ذلك فالصورة تصبح ثانوية. لكن بجوار ذلك أنا أريد أن أقول أن الصورة مهمة جدا في هذا السياق. نعم. وأحيانا تكون الصورة حتى غير المنشورة مهمة، يعني كيف حينما كنت أسير في سوق مسقوفة، وهي سوق مثل الأفاعي ممتدة يمينا ويسار، يمكن أن تتوه ولا تعرف من أين دخلت وأين خرجت، فماذا أفعل؟ تذكرت قصة ذلك الصبي في الحكاية الشعبية الذي كان يرمي الخبز حتى يعرف أين ذهب، يعني يستطيع ويعود أن يعود على مرة نفسه. جديدة، صحيح، ولم يكن لكن معي خبز. جاءت دجاجة أكلت الخبز تقريبا أو شيء من هذا بالضبط. القبيل، وضع حجارة. فوجدت البديل. نعم. البديل كانت الكاميرا. نعم. صورت اللوحات التي أمر بها. نعم. لأعرف حين أعود كيف أعود، كيف أو أعود أين عبر الطريق، هذه أين الطريق. نعم. اللوحات، جميل. حتى أنني طب ستجد لماذا في لماذا لم تضع لنا صورا في الكتاب؟ يعني هل يعني هذا تسأل عنه الناشر. الناشر. أنا لأنه يعني كتابي الآخر صعوبة مهر على أن السفر، تجد صور مثلا في يعني المطبوع. يعني أحيانا في الطباعة، الطباعة المصورة، يعني إذا كانت الصور ليست ملونة وليست ملونة أم جيدة أبيض أعتقد وأسود. أنها نعم. تفقد الكثير صحيح. من قيمتها. صحيح. صحيح. لذلك هم يفضلون النصوص بدون صور. بدون صور. نعم. تفضل. ولكن أتمنى أن تأتي الفرص لأقدم نعم. أيضا كتب أخرى مصورة، وهذا فعلته في نهر على سفر على سبيل المثال. يعني كانت هناك صعوبة فعلا يعني في الكتاب، إذا من يريد أن يقرأ بدون صور هل سيجد صعوبة؟ أعتقد أن اختبارا ما يمكن نعم. أن يأتي عندما أقرأ لك. تفضل. يعني نعم. ناخذ مقطع مثلا. ناخذ مقطع. تمام. أنا سأقرأ لك عن هؤلاء الأدلاء الذين يقودوننا عبر الطريق. نعم. الدليل. الدليل. نعم. على مدى أكثر من 50 عاما، وهي أكثر من 1000 رحلة ورحلة، رافقت بعثات العرب في قارات العالم مجموعات من الأدلاء من كل الأجناس والجنسيات والألسن، دليل يتوسط بين الرحالة العربي وبين لغة قد تكون مجرد لهجة محكية، أو يستأذن لك حين ترغب في صورة غلاف من بين 600 غلاف ظهرت على وجه العربي. في كل مدينة كان هناك دليل أو أكثر، في أحمد أباد رزاق، في بكين 100 شمال الصين بشينجيانغ القشغاري محمد عزت، بشيليا جوليا، في اسطنبول كانت سميرة، في أنقرة حسن، وفي قازان عاصمة تتارستان ليليا ورينات ورئيسة خانم، وفي برلين وبون وميونخ وهامبورغ وتورتموند طائفة من الأدلاء. كان سجن اللغة له مفتاح وحيد، فعلى سبيل المثال في إحدى المدن في ولاية كوجرات كان صاحب الورشة يحدثنا باللغة الكوجراتية، فيترجم دليل محلي حديثه إلى اللغة الهندية، وينقل لنا دليلنا
الحوار بالإنجليزية وأكتبه أنا بالعربية. لماذا تذكرت الأدلة؟ لأن كان معنا الدكتور حسن مخافي. نعم. الدكتور حسن مخافي أستاذ في الأدب العربي، وهو دليلنا في رحلة مكناس إلى زيز إلى الواحات، ويجب أن نذهب بسيارة، ولكي تركب سيارة يجب أن تدفع تأمينا بملايين الدراهم. فالرجل هو الذي دفع التأمين. نعم. نعم. وكان دليلنا وشارحنا، تمام، فأنت تضمن مع دليل المغربي كل شيء تقريبا. تذهب إلى مكان، حينما ذهبنا إلى قرية ولم نجد أحدا، فقال هذه قرية الذي لا يخاف، هناك ساكن وحيد في هذه القرية، وانتظرنا حتى ظهر ذلك الساكن الوحيد الذي لا يخاف، وأعتقد أننا شربنا معه الشاي أو ذلك. يعني أنت تمشي وقلبك يسبقك في الإيقاع، وأيضا تحاول أن تذكر هذه التفاصيل الدقيقة لكي تنقل القارئ معك. نعم. أستاذ أشرف، خليني أعرف معك فكرة، يعني الكتاب يعني لمن يعني أنت قدمته؟ أنا أدعو إلى معرفة العالم. نعم. يعني إحنا سنعرف ذواتنا بشكل أفضل إذا تعرفنا إلى العالم على نحو أفضل. نحن لا نعيش وحدنا، لذلك علينا أن نكون على معرفة بالآخر. والآخر المغربي هو آخر قريب منا، صحيح أنه ربما لا تفهم لغته المحكية العامية، ولكنه يحمل عادات وتقاليد وتواريخ، وربما يهمنا أن نعرف هذه أيضا لكي نكون ذلك الجسر الذي ندعو إليه دائما بين المشارقة والمغاربة. ومصر والمغرب هما أكبر يعني نموذجين لهذا التجسد بين الشرق والمغرب. نعم. طيب أستاذ أشرف، ربما قلت أن عقد أو عقد ونصف أنت في زيارات حتى تكتب، يعني ربما 15 عام أول زيارة وآخر زيارة، يعني الفارق بينهما في المكان أو الأشخاص. ربما لأنك اتجهت في كل مرة إلى مكان. نعم. يعني أنت حينما تتجه إلى الصحراء فأنت تعيش عالم مختلف، ولكن حينما تذهب إلى طنجة فأنت ترى أوروبا المصغرة، فالمكان هو الحاكم لتقديم صورة عن الزيارة نفسها. في المرة الأخيرة كانت الرحلة إلى أصيلة، وأصيلة هو موسم ثقافي يقام سنويا، هي عبارة عن قصبة لكنها كبيرة قليلا، بمعنى أن هناك بيوت صغيرة داخل جزء مصور كمدينة مصغرة. وفي هذه المدينة استطاع شاب أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية وبدأ حياته مصورا ومذيعا وإلى آخره، وبعد الإعلام تحول إلى الخارجية وعاد ليحول أصيلة إلى هذا الحدث السنوي الثقافي. نعم. فكانت موسم أصيلة الثقافي أعتقد أنه تخطى 40 الآن، لكن هذا الموسم يأتي إليك كل فناني وأدباء العالم، طبعا بشكل أنه يتجدد سنويا. يعني الرسوم على الجدران، هناك فنانون من الوطن العربي ومن أوروبا يأتون ليلونوا هذه الجدران في أصيلة سنويا، أمسيات شعرية، افتتاح مكتبات إلى آخره. هذا الحدث السنوي في أصيلة أعتقد أنه يترك ذكرى لا تمحي لمن يزورها. طيب أستاذ أشرف، ربما قبل أن ينتهي الوقت، فكرة الكتاب إذا أردنا أن نلخصه مثلا في سطور ونقول لجمهورنا الكريم عن الكتاب، ماذا نقول؟ إذن سأقرأ لك السطور الأولى في الكتاب. رحلاتي في بلد أبي الرحلات جميعا ابن بطوطة أقدمها مع باقة محبة إلى ذكرى الجد الأكبر لهذا الأدب العربي الفريد، أدب الرحلة، مثلما أهديها إلى حفادته الذين وجدت عندهم صدرا رحبا أورثهم إياه الرجل الذي اتسع صدره للعالم. وأخص بالذكر محقق رحلاته العلامة الأكبر الدكتور عبد الهادي التازي، كما أنها باقة ورد أضعها عند عتبة بلد جميل تدعم جسر المحبة بين المشارقة والمغاربة. نعم. وهو الجسر الذي نعتمد عليه
ليكون رسالة تواصل بين التواريخ والأجيال والمستقبل المشترك. جميل. طيب عند الجسر ربما هاخد كلمة أخيرة، وهو هنا ربما الرسالة لأطراف كثيرة جدا ومشتركة، ربما في مصر وربما في الوطن العربي كله، نؤكد هذه يعني الفكرة وعبارة التواصل يعني في كلمة أخيرة. أستاذ أشرف، رسالة لمن تقولها وماذا تقول فيها؟ الرسالة أقولها يعني لكل فرد على حدة، لأن علينا في ذواتنا أن نعشق فكرة الاختلاف، فكرة احترام الآخر وتقديره، فكرة أننا يعني أعداء بالفعل لما نجهله، لذلك يجب أن نعلم من هم الآخرون، وخاصة إذا كانوا آخرين قريبا منا مثل المغاربة. صحيح، حضرتك قلت الاختلاف وأنا أقول الاختلاف والاكتشاف. يمكن حضرتك قلت في البداية أننا بالضبط. ربما يعني ليست عندنا يعني معلومات وافية. هو أستاذ محمد الرحلة ليست فقط اكتشاف للمكان، ولكن إعادة اكتشاف للذات. صحيح، يعني نحن في هذه الرحلات نعيد اكتشاف ذواتنا من خلال ما نعرفه جديدا، ما نكتشفه دواخلنا في هذه الرحلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشاعر والروائي الأستاذ أشرف أبو اليزيد، شكرا جزيلا ودمت مبدعا. إن شاء الله يعني نتابع معك إبداعات جديدة إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. كنا مع حضراتكم ورفيق وقافلة حكايات مغربية لضيفنا الكاتب الشاعر والروائي الأستاذ أشرف أبو اليزيد. حضراتكم إن شاء الله تستطيعوا متابعة هذه الحلقة بعد حوالي ساعتين من الآن على موقع البرنامج على الفيسبوك الرفيق باللغة العربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.